بسم الله وكفى، سلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. أما بعد، إن شاء الله بحول الله يمكنها ربي في فقه بعض آيات وردد سورة أحزاب تخص النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمنافقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى، نبدأ بآية 57 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لأن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. صدق الله العظيم. إذن الآيات هذه بدأت بالصلاة على النبي. لو كان موسى النبي هو أحب الخلق إلى الله، ما كان ربي يأمرنا بالصلاة عليه. إن الله يعني أولا يخبرنا الله أنه يبارك له، أنه راض عنه، أنه يقويه ويمنعه من الأذى ومن النفاق ومن سلطان إبليس عليه، والله يحسمك من الناس. هذا كذلك، بحيث هو حتى اللي قاعد يؤذي في النبي عليه الصلاة والسلام بالصور ولا بالكلام ولا بالإرجاف، يعني يصنع الكذب بحق النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يشيعه، هذا كله النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، لا ينال شر الذي ذكرنا ولو لحظة ولو نانو ثانية من عمر النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، ولا يزن عند الله ولو مقدار بوزو وأقل من البوزو، بحيث افهموا الطريق الوحيد الموصل إلى مرضاة الله والنجاة هو أن نصلي على النبي اقتفاء بأثر من اقتداء ربنا سبحانه وتعالى والملائكة الكرام عليهم السلام. إن الله وملائكته يصلون. إذا الخبر انتهى بأمر إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني أمر إلهي له قيمة كبيرة ويعود بالخير العميم على من أخذ بهذا الأمر، أي قابله بالتمام والكمال إلى عبر أزمان. يعني مش ناوي يوم من الآيات يكف أو ينقص من هذا. إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيطلب البركات الإلهية التي لا حصر لها وله النجاة للنبي عليه الصلاة والسلام من كل خداع ومن كل أذى ومن كل سفه ومن كل كذب. إن الله يعني قاعد يوم يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يدعون الإسلام فهم ملعونون، لأنه لا يجوز أن من نعبد بسمعة النبي عليه الصلاة والسلام. أما مؤمن به فبيا ونعمت، ولا ترك الأمر، دع عنك الأمر واكتم سرك وبعد حسبك ربي. أما أن تنفق أموال وتخطط مؤامرات لتشويه النبي عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنك من ألد الخصام لله سبحانه وتعالى، وهنا تلعن وفي الآخرة تلعن، وبينهما انت بحيث برزخيه مشؤومه والعياذ بالله. واذا عرفت مش تكلف لكم الحكايه، راهو نفاقكم ومؤامراتكم ما يجب تتغير من علاقه الله ب
به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا كل ما تلوموا نفسكم الدنيئة المريضة من إضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام لن يقع هذا أبدا، لأن الله حرم على كل عدو أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل وأعتى منكم ورا ما راى من بؤس من هارة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهو في الكمد وهو في شدة وهو نار تقري به من الداخل حتى مات شر الميتات في بدر الكبرى، حيث أنتم أقل من وشائن من القيمة الذاتية، لكن أعلموا أن مصيركم مصير أبي جهل وأبي لهب ومن اقتدى بهما. بعيد الناس اللي اليوم بنا تكتم سرها بعداوتها للنبي عليه الصلاة والسلام هم يلاقون نفس المصير إن لم يتوبوا من قريب، لأن الله مطلع على الأفئدة. الله سبحانه وتعالى يعلم السر والخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإذا الأفئدة باش كل منكم يدرك ما به من بغض النبي عليه الصلاة والسلام، ولسانه يقول اللهم صل على النبي وهو يخدعنا ولا تقية لكي لا نعاقبه أو نعزله أو نطرده، لكن يزم يعرف اللي بما تدين تدان، لابد أن تفهم هذا مرمك حد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لكي يقتدى به، بعث لكي نقدره حق قدره، وبعث أن يكون منا ذكر دواء لنا شفاء وبلسم شيء، وذكر لا يكون إلا بما علمنا الله. ولذلك قال صلوا عليه وسلموا تسليما ليس باللسان بل بالجنان وأعماق وأعماق الكيان البشري. إن الله وملائكته يصلون على النبي، شوف الخبر بأجمله، والخبر هذا حين أنت تتحقق من مضمونه مش تكون أنت من المتحمسين بصدق العملية إصلاح النبي والتسليم عليه وتمني سلامته وهو سليم إن شاء الله، لأنه ربي ما يختارش عز خلقه وبعد عذبه ولا يتعبه أبدا. إن الله ثم العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون، حيث في قلبه مرض حب يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام بتصور النبي عليه الصلاة والسلام بشقاء أو في خسارة لحاجة، فأنا ربنا عارف ليش يتصرف معاه، ويا ربي يمهل ولا يهمل، وأمني لهم إلى كلمتين، وربي يمكر وهو خير مكين يمكرون، ويمكر الله والله خير المكرين ماكرين. ولهذا إذا كان الغرب عنده طابور خامس في أرض الإسلام بين ظفرين، فليعلم هذا الطابور أنه لن ينجح أبدا، لأنه مكشوف في أعماق أعماق سره، وربي سبحانه وتعالى يعاقبه عقابا شديدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ولا يهديها تجر تفتح عدة أبواب أخرى مواضيع تجر تمخلي. على كل حال، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهين. إذن اللي مش يفديته يعني مش يحسن أدب مع الله، يذكر بما ليس فيه، أي لا يسبحه ولا ينزهه وما لا يصفه بما ليس عنده، كما قال اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم، نحن أغنياء الله فقير نحن الأغنياء. هذا قال يعمل في بنو عمهم هم العرب، واليوم أعلم ملتهم وهم يا عمي وارحم المسلمين، ليعلموا هذا إذا للنبي علي ربنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام. سترلا سملا ما يضرب كلمته ما يضرب كلمته الشر لا ما لا حط في بالك كيف البومروك، انت هذا نوع من السلاح ترمي بشخصا ما او حيوانا ما، وربما الحيوان انبل من الشخوص اللي عنه. على كل حال انت ترمي فاذا به بل ستصيبه من اردت اصابته، فاذا به يرجع عليه، لكن وقت تؤذي الله ورسوله عليه الصلاه والسلام تكون الضربه من نجلع تضرب في الصميم، يعني ما تعصف كلبك وما تؤلم كان انت ولا تلعن الا انت. ان الذين يؤذون الله ورسوله
لعنهم الله في الدنيا والآخرة. تقعدي تقولي الله ده انا تقول انا كفرت، انت بتبتلي يا رب تغلبه. هو يعرف قبل ما تظهر الكفر وتتشكر منه وتتباهى به الكفر. احنا قريت انا من المستشفيات مدة طويلة، وخاصة اسقط خلق الله قريتهم هم اطباء العرب النوع ده، مش الاشراف. الله يرحمهم ويستر عليهم في الدنيا والاخره. كانوا ليلا نهارا باش يوروهم اليوم قافزين، واليوم اعلى مستوى من العالمين. نهار كل سب سلاح سب يا ربي سب دين ربي. شو قال؟ انا الراشد فيكم وهو ملعون. وفعلا لا نور عنده ولا رجولة له ولا كالأنثى، لا ما قليل هذا، لا أنوثة لا ولا صلة له بالإسلام. والدين هذا يجهله تمام الجهل، لذلك يلعب في ما هو مجهول، لعنته غير نافعة فهي مضرة له. وبعد ما تشر الميتات، لأن الله سبحانه وتعالى نعرفهم بالمليح، مش نعرفهم بالمليح ليلا نهارا، وفي باله هو جراح، وفي باله هو مختص في المعدة، وفي باله هو كذا. ولكن سبحان الله، الله يمهل ولا يهمل. حيث الآن من قاعة ساسة فما من يلعن الدين يحط في باله اللي مش يلاقي نفس المصير. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، يطردهم رحمته في الدنيا والآخرة، يجمعوا بؤسين والعياذ بالله وبأسين، وأعد لهم عذابا مهينا. أي كل ما كرم كربيبين حيولد، والعذاب هو اللي يصعب هذا الإذلال الإهانة. ثم تأتي المرتبة الثانية من إذاء الناس، هو الذي يخص المؤمن والمؤمنات. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يعني هما قاموا بعمل منا كله تلصيق تهم، كل رمي الناس بما ليس فيهم، يلصق الجرام القبلي هو بغيره من المؤمن والمؤمنات باش يؤذيهم وباش يرتاح منهم، اما بقتل او بسجن. والذين يؤمنون ولا بغرامة مالية لإضعاف المؤمن والمؤمنات. والذين يؤذون المؤمن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، شفت ربي قال يؤذون بغير ما اكتسبوا. طوارئ ليس على الله كسب، ولا النبي عليه الصلاة والسلام في المقام الثاني كسب، أما لكن النبي عليه الصلاة والسلام كسب ولم يكتسب، يعني كسب الخير ولم يفعل أذى أو فاحشة. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب، شوف ربي سبحانه وتعالى يوريك الأعمال التي ألصقت بالمؤمن والمؤمنات، ليس لها واقع، بل هي من بنات أفكار مريضة لهؤلاء الفاسقين المنافقين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثمهم يعني واضح لا جدل فيه، وحتى حب يتملصوا في الدنيا ولا في الآخرة لن يستطيعوا، لأنك أنت اللي قمت بالشيء بإصرار وروية وإرادة إذلال وإيذاء المؤمنين والمؤمنات. وإن قل عددهم فهم أقوياء بالله، وعدتهم هي عدة ربانية، ويستحيل لو تجمعوا روحكم من البداية للنهاية المنافقين، تجمعوا روحكم باش تبتلي واحد منا، مستحيل تقرأ ذلك إلا إذا كان ربي حب يبتلي حد منا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته منه وبركاته.